ننتقل إلى الدكتور شفيق تلولي من القاهرة. يعطيك العافية دكتور، ويعني قلوبنا معكم. يعطيك العافية، وكان دكتور صباح الخير. وشعبنا العظيم. دكتور، نتحدث يعني كيف عاش أهلنا بغزة تحديدا ليلة أمس؟ يعني بالتأكيد قد يكون عاشوا ليلة من الرعب والترهيب، وليلة من الخوف، وليلة من الترقب تحت أسنة الرماح الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يعني يمهد إلى عملية برية كبرى بحسب ما يدعي. وربما الليلة شهدت غزة ليلة دامية، فقد كان الحصر بحسب ما ورد من وسائل الإعلام في كل صوب وحدب، وكانت هناك محاولات للتوغل البري في يعني شمال قطاع غزة وفي شرق قطاع غزة. بالتأكيد نحن كلنا تابعنا وراقبنا هذا الوضع، لكن مع الأسف انقطعت سبل الاتصال بأهلنا هناك، ولم نتمكن معرفة مصيرهم حتى اللحظة بعد قطع الاتصال ووسائل وكل وسائل الاتصال عن قطاع غزة في خطوة من الاحتلال لترويعه كما ذكرت لحضرتك. وهذا أيضا التعتيم الجاري الآن وعزل غزة عن المنظومة الكونية ينذر بكارثة إنسانية جديدة ربما يرتكب فيها الاحتلال المجازر الكبرى والرهيبة، إضافة إلى ما ارتكبه عبر الطائرات خلال الثلاث أسابيع الماضية. الآن بالتأكيد هناك سعار من قبل الاحتلال، وهناك إمعان في ارتكاب الجرائم، وهناك إصرار على المضي قدما نحو عملية برية واسعة بالرغم من كل التحذيرات، سواء على مستوى الشارع الإسرائيلي الداخلي وحتى على مستوى كل النداءات العربية والإقليمية وبعض الدول التي تنادي بوقف هذا العدوان وعدم الوصول إلى عملية برية من شأنها أن يدفع المدنيين فيها الثمن باهظا، إضافة لما يمكن أن يدفعه حتى الاحتلال وجنوده من ثمن باهظ خلال هذه العملية، لأنه بحسب ما يرد من أخبار أيضا هناك تصدي لهذه القوات المتوغلة إلى قطاع غزة، وهناك أيضا مقاومة شديدة ربما يعني تستمر خلال الساعات الماضية. لا ندري إلى أين تصل الحال، لكن في جميع الحال نحن أمام حالة صعبة وأمام حالة من الترقب وأمام حالة من الفزع لدى كل الفلسطينيين سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الأردن وفي مصر وأينما وجد الفلسطينيين، وحتى العالم كله الآن يقف على قدم واحدة في انتظار ما ترشى عنه من قبل وسائل أو في انتظار ما ترشى عنه وسائل الإعلام إن كان هناك يعني مزيدا من عمليات قتل الفلسطينيين واستشهاد على يد القوات الإسرائيلية، أم أن الأمر سيقف عند هذا الحد. ربما نحن مقبلون على جولة جديدة، جولة فيها تداعيات دراماتيكية، وجولة فيها ارتقاء العديد من الشهداء وتدمير المزيد من المباني السكنية في قطاع غزة على رؤوس ساكنيها. نعم، يعني دكتور إذا سمحت لي، كيف تقرأ قرار الجمعية العامة بتبني المقترح المقدم، المقترح المشروع المقدم من الأردن وبإجماع 42 دولة سيد؟ يعني هذا قرار جيد، أولا يؤكد أن الأردن ماضية في إصرارها على وقف هذا العدوان وأخذ دورها العربي ودورها الإقليمي وحتى دورها على مستوى المنظومة الدولية وعلى مستوى المنظمة الدولية المهمة الأولى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الأردن يعي أنه إذا ما تحرك هو والمنظومة العربية والمجموعة العربية فإن الإصرار الأمريكي وإصرار استخدام الفيتو الأمريكي بحق أو لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من قتل الفلسطينيين وسيترك الفلسطينيين يقتلون. هذا ليس غريبا عن الأردن ولا غريبا عن الأعراف الدبلوماسية الأردنية وعن قدرتها على أن تحرز قرار مثل هذا القرار. نحن نتطلع أن يبنى على هذا القرار وأن يؤسس هذا القرار لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان، وحتى ليس وقف العدوان فحسب وإنما محاكمة الاحتلال على ما ارتكبه على ما ارتكبه من جرائم عبر الأيام الماضية أو عبر الأسابيع الماضية.
لذلك نحن نعول على اي قرار ينشا، وهذا يؤكد ان وان كان العالم يعني في جله او الغرب انحاز لامريكا وتحالف معها في هذا العدوان او تحالف مع اسرائيل في هذا العدوان، لكن يؤكد ان العالم ما زال او بعض العالم او بعض دول العالم ما زالت تقف مع فلسطين، وبعض دول العالم تتعاطى مع الاردن ومع المنظومه العربيه و تتأثر بالسياسة الأردنية القادرة على وضع الأمور في مصالحها. يعني بنشاهد هناك يعني حديث عن تبادل الأسرى، ونعرف قديش حساسية الموضوع من الجانب الإسرائيلي تحديدا بموضوع الأسرى، ويعني دائما بيدفعوا أي شيء مقابل يرجع أسراهم. وهناك أيضا حديث عن تبييض السجون الإسرائيلية في حال تم الحديث مع المقاومة. هل ستنجح المقاومة في هذا الأمر تحديدا، ولا سترفض إسرائيل يعني مبادلة الأسرى أو الحصول على هذه الصفقة ونجاحها، وقديش راح تفيد المقاومة بغزة تحديدا؟ يعني دعينا أقول لك أن ربما هذه المرة مختلفة إلى حد ما لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فهي لديها هدفان في هذه العملية. الهدف الأول نعم هو تحرير أسراها والرهائن الموجودين في قطاع غزة، لكن بحسب ما تدعي أيضا هدفها ضرب المقاومة وضرب قدرات المقاومة وفصائل المقاومة في قطاع غزة، ومحاولة استعادة الردع الذي فقدته دولة الاحتلال، ومحاولة استعادة مكانتها، لأن العملية كانت كبيرة والأسرى ووقوع أسرى بهذا الحجم ورهائن بهذا العدد، فهذا ليس يعني هذا جديدا على دولة الاحتلال، لكن ربما يقدم الاحتلال على محاولة الاستمرار في هذه العملية حتى لا يخضع لشروط المقاومة وشروط عقد صفقة التبادل أسرى كما المعتاد سابقا. فأذكر أنه في حرب 2008-2009 على قطاع غزة التي خاضتها طويلا من أجل تحرير شاليط، وبالنهاية لم تنجح خلال الحرب في الوصول إليه، ثم حدا بها بعد ذلك إلى عقد صفقة أسرى. فإسرائيل أولا تسعى إلى القوة وإلى القوة المفرطة لعلها وعسى أن تحقق أهدافها دون أن تقدم شيئا لصالح المقاومة الفلسطينية، لكن إذا ما تعثر ذلك فهي بالتأكيد في مأزق كبير أمام أن تستمر في هذه العملية البرية ويذهب فيها العديد من ضحاياهم من الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وهذا ما عبرت عنه فصائل المقاومة حين قالت أنه قتل 50 رهينة وأسير خلال هذه العملية. لذلك هذا يعد يعني ناقوس خطر، ويعد يعني يحدث إرباك كبير في الشارع الإسرائيلي، ويشكل ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية في التوقف عن العدوان والتوجه إلى الاتفاقات وعقد صفقة لتبادل الأسرى. لكن في ذات الوقت من الواضح أن الاحتلال حتى يدعي أنه يحاول أن يحافظ على الرهائن وتحريرهم، لكنه لا يقيم وزنا لحياة الإنسان هدفا لصالح هذه الحكومة التي تعاني أصلا من عجز كبير، سواء على مستوى أزماتهم الشخصية مثل نتنياهو، أو على مستوى أزمة النظام السياسي الإسرائيلي التي تضرب فيه منذ عدة أعوام. لذلك يعني هم أحيانا ربما لا يهتمون، وربما يقتل العديد من جهة الإسرائيليين ولا يكترثون لذلك. والتاريخ شاهد وقد حدثت أحداث مماثلة، لكنها كانت ليست أحداث يعني أسر جماعات بهذا المستوى، لكن هناك حالات فردية آثر الاحتلال أن يقتل الخاطفين وأن يقتل حتى أسيرهم المختطف. ربما الوضع في قطاع غزة الآن يختلف إلى حد ما، هم يحاولون أن يعني يفردوا عضلاتهم وعنتريتهم، ويحاولوا أن يصلوا أو يصلوا العالم أو يعيدوا أسطرة هذا الجيش من جهة، ومن جهة أخرى محاولة الإفراج عن الرهائن. لذلك أنا برأيي أن الهدف إفراج عن الرهائن هدف موجود عند الاحتلال الإسرائيلي، لكنه من الواضح أنه من ضمن مجموعة من الأهداف التي وضعتها. لذلك ربما قد يكون من المبكر الآن أن نتحدث عن عملية تبادل أسرى في الساعات أو في الأيام المقبلة. نعم، يعني دكتور، دخول إيران وروسيا على مسار العملية السياسية ماذا سينعكس
على هذه الحرب في غزة سيدي؟ يعني نحن نتطلع لأن يكون هناك مساعي دولية مناورة للإدارة الأمريكية في سبيل يعني خلق توازن دولي وخلق توازن حتى على مستوى الفاعلين الدوليين، لأنه بالتأكيد روسيا وإيران وحتى الصين وهذه قوى لا يستهان بها من جهة، لكن مع الأسف دعني أذكر هنا أن أيضا يعني روسيا تعاني من أزمة في حربها مع أوكرانيا، وإيران أيضا مهددة، وهناك المطالب العديدة منذ فترة طويلة لإيران بموضوع المصنع النووي وغير ذلك. لذلك نقول أن هذه كل المساعي جيدة ولا ضير، وأن كانت هناك أزمات دولية تعاني منها هذه الدول، لكن قد تحدث اختراق في هذا الموضوع، لأن بالنهاية الإدارة الأمريكية وأن كانت ماضية في غية هذه الحرب وماضية في دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن هي بالنهاية تخشى أن يعني تصل إلى حرب إقليمية وتنجر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالتأكيد ليس بوارد وليس بحسابات الإدارة الأمريكية التي أيضا تعاني نتيجة هذه الأزمة العالمية، وتعاني أيضا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك هي مقبلة على انتخابات، فهي لا أتصور أن تصل إلى حرب إقليمية أو حرب كونية، لكن إذا استمر الاحتلال بهذه العملية فمن الممكن أن تتدحرج، ولذلك الآن هذه الدول تحذر وتتحرك، وهذه الحركات وهذه التحركات كلها هي أيضا ضغط ناقوس خطر للإدارة الأمريكية، أعتقد أنه من الممكن أن يبنى عليها، لكن نحتاج أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال وأن تضغط بشكل أكبر وأن تلوح حتى هذه الدول بعصا غليظة للإدارة الأمريكية حتى تدرك أن الأمر يخرج عن السيطرة ويخرج عن إمكانية أن تبقى أمريكا محافظة على أن تبقي أو أن تحافظ على إيقاع هذه الحرب ضمن الوتيرة التي تحددها هي بالنهاية. نعم، نشكرك جزيل شكر دكتور شفيق، ونتمنى لك السلامة والاطمئنان على كل أهل بغزة. شكرا جزيلا.